النهاردة أصبح العالم كله بيستخدم أسلوب الكوتشنج في الحياة، سواء بيتلقى كوتشنج أو بقى كوتش وبيدي كوتشنج. الزمن اللي احنا عايشين فيه بقى مركز قوي على الماديات والنتائج الملموسة، أغفلنا كتير قوي الجزء المعنوي والنفسي للإنسان. فعدم الاهتمام بالجزء المعنوي والنفسي بيخلي النجاحات ناقصة، ولو حققت النجاح ما بتبقاش حاسس بقيمتها، لأن ممكن تكون تلاقي نفسك حققت نجاح أنت مش مؤمن بيه قوي للدرجة دي. أنا اسمي أحمد الأعور، أنا سيرتيفايد لايف كوتش، بقالي 13 سنة بمارس مهنة الكوتشنج، وعندي خبرة أكتر من 7000 ساعة كوتشنج مع كلاينتس ومجاميع وشركات وعائلات وهيئات ومجتمعات مدنية. في الكورس ده أنت هتفهم يعني إيه كوتشنج، هتفهم الفرق ما بين الكوتشنج والسايكوثيرابي والسايكايتري، وهتفهم أنواع الكوتشنج، برضو هديك كورس مكثف عن مهارات الكوتشنج ومبادئ الكوتشنج وسلوكيات الكوتش. الكورس ده مهم قوي للي نفسه فعلا يفهم يعني ايه كوتشنج، سواء عشان يتلقى كوتشنج من حد ويقدر يميز اذا كان الشخص اللي بيديه كوتشنج ده كويس ولا لا، دي حاجة. الحاجة التانية لو الكوتشنج كمهنة تنفعك ولا لا، وتقدر تفهم ساعتها وتاخد كورس مكثف على أساسيات ومهارات الكوتشنج. والجزء الأخير لو أنت نفسك كوتش هتقدر يبقى عندك مفهوم أوسع وأعمق لإيه هو الكوتشنج، وإذا كان يصلح ليك أصلاً ولا لأ.